إذا يا ابني مبيعش هو ده فيديو جديد وموضوع جديد، محلين ليه 3 في 10؟ اشمعنى 3 مجموعة واشمعنى 10 عداد؟ ليه مش عدتين مثلا ولا 4 عداد؟ برضه عشان الفرجة. لو أنت من الناس اللي بتحب الفرجة ليه مش 20 عدة مثلا؟ كان في قاعدة زمان منتشرة في الجيم إنك تلعب 3 في 10 لو متضخم و4 في 12 لو بتنشف. بعد كده الدنيا اتطورت شوية وقال لك لا بص، رينج الأعداد هيختلف على حسب نوع الألياف أو الفايبرز بتاعت كل عضلة. إحنا عندنا نوعين من الألياف ونوع تالت في النص ما بينهم. النوع الأول أو الريد فايبرز، ودي ألياف بتنقبض ببطء، تديك باور قليل شوية ولكن تديك قوة تحمل كبيرة، عشان كده سموها فاتيج ريزيستنت. اما النوع الثاني او الوايت فايبرز، ودي اليات بتنقبض بسرعه بتديك قوه كبيره بس برضه بتتعب بسرعه، بتدفع لحاجه زي السبرنت مثلا او الباور ليفتنج. باختصار يعني من غير ما ادخلك في تفاصيل كتير والفرق ما بينهم، انه بيتقال ان العضله اكس مثلا دي من النوع الاول فانت تمرنها بعدات كتير والوزن قليل عشان دي بتاعت قوه التحمل، اما العضله الواي دي من النوع الثاني فانت تمرنها باوزان ثقيله وعدات قليله. الكلام ده حقيقي بس هيواجهك مشكلتين. اول حاجه ان نسب الالياف مش ثابته عند كل الناس، وان الحوار جيناتكس او معتمد على الجينات اكتر. لازم الحوار بيحتاج معامل وابحاث عشان تعرف نسب الالياف الموجوده في كل عضله. انت مش هتاخد بيوبسي من عضله تقول له اسمح لي انا عايز اعرف العضله دي من نوع كام، لا الحوار مستناش. تاني حاجه ان اساسا معظم العضلات في الجسم نسبه التو فايبرز زي بعض تقريبا، وفي تشارت مجمع كذا دراسه بيوضح الكلام ده. طبعا في استثناءات، عضله زي السوريس مثلا ودي عضله من ضمن عضلات السمانه، دي 80% او اكتر منها من النوع الاول، على عكس عضلات العين مثلا دي غالبا من النوع الثاني. فاي رينج من العداد ينفع لاي نوع من العضلات. بعدين قالوا لا احنا نقسم رينج العداد لثلاثه على حسب التارجت او على حسب هي بتعمل ايه. يعني مثلا القوه العضليه او السترينث دي احسن رينج ليها من عدتين لسته، والضخامه العضليه او الهايبرتروفي دي احسن رينج ليها من 8 ل 12 عده، واخر حاجه قوه التحمل او الانديورنس ودي من 12 ل 15 عده او اكتر. خلاص كده لو انت عايز تزيد عضلات فانت تلعب في الهايبرتروفي زون اللي هي من 8 ل 12 عده باوزان متوسطه. الكلام ده في العام حقيقي، بس انت برضه تعرف تزيد عضلات باي رينج من العدات. انت لو بتلعب ب 5 كيلو 15 عده ووصلت انك تلعب 20 كيلو 15 عده فانت هتزيد عضلات عشان عرفت تحقق البروجريسيف اوفر لود او الزياده التدريجيه في الاحمال. كل رينج فيهم بيركز على حاجه معينه، بس زي ما قلت كله هينفع وكله هيزودك عضلات. انت برضه واخدينه وجبتني يمين وشمال برضه ما عرفتش اعمل ايه. الاحسن انك بدل ما تسال العب انهي رينج عدات، انك تسال انهي مناسب اكتر للاشكال او اللي يسمح ليها بالهاي كواليتي. اختار السؤال الصح. الناس كلها بتسالني انت عامل فيديو عن ايه، ومحدش بيسالني ابرز انت عامل ايه. كلبوبه قوي. الخلاصه من كل الكلام ده انك تنوع في رينج العدات، تيجي 70% من تمرينك رينج العدات من 8 ل 12 عده، و15 20% اقل من 8 عدات، وباقي 15 20% الباقيين اكتر من 12 عده. وانك تخلي رينج العدات على حسب نوع التمرين، يعني التمارين المركبه زي السكوات بنج بريس ديد ليفت ركز فيها اكتر على القوه العضليه، بيبقى رينج العدات من 3 ل 8 عدات. اما تمارين الدمبلز والاجهزه الصعبه نسبيا ودي هتبقى معظم تمرينتك، بيبقى رينج العدات من 8 ل 12 عده. واخر حاجه تمرين العزل السهله بيخليها 12 عده فيما فوق. اخر ده مش كلام كبار، بس انت بتحاول تخلي اشكال التمرين تناسب العدات والوزن. يعني حاجه زي البنج بريس مثلا او البار فلات دي ان العبها بوزن خفيف اكتر من 12 عده، والعب مثلا الكيبل كروس او التفتيح ووزن كبير واربع عدات، ده مش سنس. ده عشان البار فلات بيشغل عضلات مساعده كتير بيسمح لي ان العب بوزن تقيل، على عكس التفتيح اللي بيركز على عضله واحده بمفصل واحد. ان اركز هنا على وزن كبير ده ممكن ياثر على الاداء وابقى عرضه اكتر للاصابه. بس كده يا جماعه كان الفيديو ده مع فيديو اوقات الراحه بين المجاميع. شوف الفيديوهين دول كويس وحاول تطبقهم صح، هتلاقي فرق حلو في التمرين بتاعتك والاوزان. ولو عندك اي اسئله ممكن تسيبها لي في الكومنتات تحت، ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي قبل كده، وان شاء الله استنى الفيديوهات الجايه.